السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، عاملين ايه؟ انا مروة احمد من قناة مروة احمد. ده اول ظهور ليا في القناة. بصراحة قررت ان انا اظهر في رمضان عشان اتكلم معاكم كده وتبدأوا تعرفوني، وده هيكون اول ظهور ليا وان شاء الله مش الاخير. اولا بمناسبة رمضان، كل سنة وانتم طيبين ورب ربنا يعود عليكم الايام كلها بسعادة وخير ان شاء الله. فيديو النهاردة هتكلم معاكم فيه عن انكم ازاي تقدروا تحافظوا على النضارة، ان بشرتك تكون نضرة طول رمضان من غير ما تتأثر بالصيام ومن غير ما تتأثر بالحر. فلو انتوا حابين تعرفوا ازاي تقدري تحافظي على نضارة بشرتك كملي الفيديو للاخر. اول نصيحة وهي اهم نصيحة انا حابة اقولك عليها وهي شرب المية. كذا مرة عملت فيديو واتكلمت فيه عن شرب المية. شرب المية مهم جدا، لازم تشربي من 8 ل 10 ل 12 كوباية مية، يعني بمقدار تقريبا 3 لتر مية. شرب المية حاجة مهمة جدا، المية بتعوضك عن حاجات كتير جدا، فانتي لازم في السحور تشربي على الاقل 500 ملي في السحور، يعني ما تكتريش مية، لان شرب المية كتير، يعني شربتي مية كتير في كمية في وقت قليل مش هتستفيدي بالمية، انما لو شربتي كل نص ساعة كوباية مية بمقدار 200 ملي هتستفيدي وهتشربي كمية المية اللي انتي عايزاها. قبل كده كنت حاطت لكم ابلكيشنز كتيره جدا تقدر تساعدكم، ممكن اسيب لكم اللينك بتاعها تحت في الديسكربشن بوكس تقدروا تروحوا تشوفوا الفيديوهات دي. فالشرب الميه حاجه مهمه جدا مفيش غنى عنها، فدي اهم نصيحه ان انتوا تشربوا ميه كويس جدا، مش كتيره بس كويس جدا، بعد الفطار من اول الفطار لحد السحور تشربوا ميه بكميه معقوله وكويسه، وما تستنوش على نفسكم لما تعطشوا وتحسوا ان جسمكم محتاج لميه. تاني نصيحة وهي انك ما تعرضيش نفسك للشمس. لو انتي ظروف شغلك بتعرضك للشمس لازم تعرفي تسيطري على الموضوع ده، علشان لو تعرضتي للشمس فترة طويلة جسمك هيعرق وتبدأ المية اللي انتي شربتيها او حسيتي انك شربتيها كويس هتبدأ تطلع وتتبخر على شكل عرق، وكمان بشرتك هتتعرض للجفاف بسبب تعرضك للشمس. فأهم حاجة انك ما تعرضيش للشمس، دايما تحددي وقتك انك من الساعة 12 للساعة 3 تحاولي ما تعرضيش للشمس. اما لو اضطريتي انك تتعرضي للشمس فهنا نيجي للنصيحه رقم 3 وهي السان بلوك، ما تستغنيش عنه ابدا. انا بستخدم سان بلوك اسمه لونا، لسه مجربه جديد، 62% SPF، معمول ووتر بروف علشان لو عرقتي او عشان لو غسلتي وشك او اي حاجه يفضل موجوده على بشرتك. بس كالعاده السان بلوك هو بيتشال كل ساعتين او كل 3 ساعات لازم تغسلي وشك وتحطي سان بلوك تاني. السان بلوك ما بيختلفش عن بعضه مهما كانت حمايته ومهما كانت ان هو ووتر بروف، فانت لازم تنضفي بشرتك كويس ومنه وبعدين ترجعي تحطي كميه تانية. فلو اتعرضنا للشمس دايما لازم نكون نلجا للسان بلوك. وفي نفس الوقت كمان ما تنسيش ان انت يبقى معاكي شمسيه ويبقى معاكي نضاره الشمس المناسبه اللي تقدر تحميكي من الاشعه دي كلها كويس جدا. حاولوا ما تعرضوش نفسكم للشمس لان درجات الحراره بتوصل ل40 حاليا في مصر، وفي البلاد العربيه فعلا بتوصل لدرجات عاليه جدا، فلازم تحموا نفسكم من حراره الشمس. بما اني قلت لكم ان انتوا يبقى معاكم شمسيه ومعاكم نضاره الشمس المناسبه بالنسبه لكم، فانتوا لازم تاخدوا بالكم ان في شمسيات ونضارات شمس مضروبه وبجد مضره جدا ومش هتفيدكم، فلازم تختاروا نضاره شمس كويسه جدا محترمه، وكمان الشمسيه تكون محترمه، ما تكونش شمسيه من خفيفه او شمسيه فاتحه، علشان لازم تكون شمسيه فاتحه طبعا مش غامقه علشان تمتص الحراره وما تجيبهاش ناحيتك خالص وما تاذيكيش. الحاجة التانية اللي عايزة اقول لكم عليها ما ينفعش تستغنوا عنها ابدا في رمضان، وهي مية الورد. طبعا انا الازازة دي خلصت فاشتريت واحدة تانية من لونا اهي، هبدأ استخدمها. الاوانية خلصت، مية الورد استخدموها كأنكم يعني بعد كل وضوء كده ترشي وشك بيها، هتحسي بترطيب. لو انتي من الناس اللي بيحطوا ميك اب كتير يبقى هاتي مية الورد وحطيها على الفاكس بلس، او هاتي فيكس بلاس يكون فيه مية ورد، لان مية الورد مهمة جدا هتحافظ على بشرتك نضرة فترة اطول وبشرتك كده مش هيقل فيها نسبة المية، وكمان هيساعد مع السان بلوك ان هو يحمي بشرتك. وكمان انت بعد فترة من استخدامك لمية الورد هتحسي ان بشرتك كده بقت نظيفة وبقت حلوة وبقت احلى بكتير قوي من الاول. وبس في نهايه الفيديو احب اقول لكم ان شاء الله الفيديو ده انتوا هتشوفوه يوم 1 رمضان، فاكيد هتشوفوه بدري شويه عن ميعاد الفطار. فحابه اقول لكم ان احنا ان شاء الله هنبدا 30 يوم تحدي مع بعض عشان ننزل وزننا. هنعمل نظام دايت مع بعض. نظام الدايت هيكون بسيط. نظام الدايت هيكون ان احنا هناخد طبق سلطه كبير وهناخد طبق شوربه كبير. طبق الشوربه لازم يكون كوبايه خضار قدام كوبايه ميه، ما يكونش اكتر من كده، وما تكونش معموله بماجي او معموله باي حاجه فيها دهون.
زي ما قلنا الدايت هيكون طبق سلطة وطبق شوربة. طبق شوربة هيكون كوباية خضار وكوباية شوربة، وهناخد الخضار والسلطة أول ما الأذان يأذن. وبعدين عندنا إزازة المية اللي هي 500 ملي، اللي هتكون 3 كوبايات مية، هنشربها كلها في الساعة بتاعة الفطار. وبعد ساعتين من الفطار على طول بالظبط هنعمل رياضة. فلو انتوا عايزين تتابعوني وتعرفوا هنعمل ايه الرياضة، تابعوني على الانستجرام، هتلاقوا هحط على الستوري انه دلوقتي وقت الرياضة، هنقوم نلعب رياضة مع بعض، هنلعب رياضة بالراحة بهدوء. عندنا ابلكيشن هنزله على الموبايل، وهو ابلكيشن 30 day challenge، هسيب لكم صورته دلوقتي على الشاشة، تقدروا تنزلوه على الموبايل. وهناخد مع بعض حاجة ايزي، او هنختار اي تمرين، كل واحد على حسب تمرينه هتختاروا التمرين اللي انتوا عايزينه. لو انتوا عايزين تعرفوا اكتر عن الابليكيشن وتعرفوا شويه عن الدايت، تقدروا تشوفوا الفيديوهات اللي هتظهر لكم دلوقتي على الشاشه من رمضان اللي فات. مش عايزه اعيد الحاجات اللي انا عملتها قبل كده، فهحط لكم الفيديوهات بتاعه الافكار دي او الحاجات دي بتاعه رمضان اللي فات، واتمنى انها تعجبكم. وفي اخر الفيديو اتمنى ان الفيديو يكون خفيف عليكم، ورمضان كريم، وكل سنه وانتم طيبين، ودايما يا رب في خير وسعاده، واشوفكم ان شاء الله في فيديو جديد، والسلام عليكم.